أعزائي مشاهدي قناة سي سات في كل مكان، أهلا. أعزائي مشاهدي قناة سي سات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. برنامجنا خبر وتحليل. فكرة البرنامج ببساطة جدا للناس اللي أول مرة يحضروا معانا والناس اللي بيتابعونا في كل مكان، إن إحنا نتابع الأخبار، بنطلب منكم إنك تشاركونا بأخباركم، بالأخبار اللي أنتوا شفتوها وحاسين إنها تستحق المناقشة والتحليل، وبنعرض الخبر وبنطرح الموضوع للمناقشة وبنسمع آراء ناس كتيرة وبنحلل مع بعض، بنحاول نجمع البازل مع بعض وبنحط الأخبار كلها مع بعض. مفيش حاجة فيهم صح ومفيش حاجة فيهم غلط، كلها تحليلات قد تكون لبعض الناس شايفينها إنها تحليلات مناسبة جدا ومهمة جدا، وفي ناس شايفينها انها تحليلات سطحية. مش مهم، اختار اللي انت عايزه، علق عليه، شارك وقول وجهة نظر. النهاردة هنبتدي بخبر يوم 15 و 16 فبراير اللي فاتوا. الشعب القبطي والشعب المصري والشعب العربي، وبالذات في التوقيت الناس اللي عايشة في كندا هنا، صحيوا، ناموا على خبر وصحيوا على خبر تاني خالص. الخبر ده هو خبر تنقلته كل وكالات الأنباء، هو خبر ذبح 21 قبطي مصري، أو أقول مصري قبطي، على إيد المجرمين بتوع داعش. الخبر ده تنقلته كل وكالات الأنباء في العالم، وكان لازم نقف عند الخبر ده ونحلله. الخبر بيقول المصريين تم ذبحهم على يد داعش. اللي استوقفني في كل أنواع الأخبار اللي اتنقلت بخصوص الموضوع ده هو آخر كلمة قالها الأقباط قبل ذبحهم: يا رب يسوع المسيح ارحمنا. بس التنظيم داعش بليبيا، تسجيل لفيديو، طبعا فيديو بشع للمصريين وهم لابسين لبس زي البرتقالي اللي هم كانوا بيعدموهم بيه، واخر كلمه قالوها قبل نحرهم: يا رب يسوع المسيح ارحمنا. الفيديو كان مدته حوالي 5 دقائق، وكان بيخاطب فيه رئيس التنظيم في المجموعة اللي كانوا بيقوموا بعملية الذبح، بيتكلم باللغة الإنجليزية، وكانت لغة إنجليزية فيها درجة من درجات الطلاقة يعني. وقال سنكسر الصليب ونفض الجزية، وقال إنه بيهدد أوروبا من خلال المنطقة اللي هو فيها في ليبيا. في ناس ممكن تاخد الخبر ده وتحزن عليه زي ما احنا شايفين، وفي ناس تاخد الخبر ده بفرح. افتكر وانا كنت طفل في مدارس الاحد، كان استاذ ناصر يعدي عليا في البيت، ياخدني مدارس الاحد ويقول لي: هنتكلم النهارده عن الشهداء يا حبيبي. كنا صغيرين خالص، فكان الكلام يبقى خفيف قوي ومفيش حاجه. نكبر شويه في اعدادي، كان الاستاذ بتاعي كان اسمه استاذ جابي، ياخدني ويقول لي: تسمع عن ماري مينا؟ تعرف عن ماري جرجس؟ وشفت العذبات اللي شافوها؟ ونحكي عن عصر دقلديانوس والذبح وقطع الرقبة. وكلنا ما كناش شايفين المشهد ده ومش متخيلينه. ازاي يكون ده؟ احنا بنقرأ قصص، بنحكي حكايات، بنقراها في الكتب بتاعتنا، لكن عمرنا ما شفنا المشهد ده. بنشكر داعش، صورونا المشهد ده بقمة من التقنية. يمكن احنا التقنية اللي عندنا في سيسات ما تجيش حاجة جنب اللي عندهم. نشكرهم جدا انهم قدموا الكلمة دي والصورة دي: يا رب يسوع المسيح ارحمنا. اخر كلمة قالوها من حنجرتهم وهم بيتنحروا. هاني رمزي فنان كبير قوي، قدم اول عمل ليه لو تفتكروا ماري مينا، وورانا مشهد جميل قوي لعزبات هذا القديس وهذا الشهيد العظيم، لكن ما قدرناش نشوف هذه التقنية الرهيبة اللي عملوها داعش لينا. نشكرهم على اهتمامهم بينا، وإنهم
وصلوا رسالة المسيح لكل الناس في كل حتة في العالم أقوى من المسيحيين نفسهم. اللي وصلوها هم أكتشلي الشهداء بتوعنا. الصورة اللي كانت معانا من شوية صورة واحدة من أمهات الشهداء وإخواتهم. لو شفتوا منظر قوة إيمانهم، طبعاً فقدان القريب وفقدان الأب والأخ شيء صعب جداً، إنما القوة اللي كانت موجودة عندهم في إنهم ينتصروا على هذا الألم الرهيب كانت حاجة بجد لازم تحتاج وقفة. خلونا نبص كده مع بعض على أحد مواقف واحدة من الإخوات أحد الشهداء قالت إيه؟ دي أخت الشهيد توادروس. لو بتوع داعش جم هنا هنقدم ولادنا الصغيرين قدامنا قبلنا. قالت عندها هي أخوها توادروس الشهيد توادروس وقرايبه، قرايبها كان في 4 شهداء كمان، يعني عندها خسران حوالي 5 من قرايبها. ربنا حرمنا منهم رغم انهم كانوا ملائكه، لكن ربنا اختارهم واحد واحد. لو كانوا رجعوا بشرط انهم يتنازلوا عن دينهم، واحنا عارفين انه خلال الخمسين يوم اللي داعش كانت محتجزه فيهم الشهداء دول كانت في محاولات كتير قوي انهم يغيروا ايمانهم، لكن كلهم رفضوا. قالت ان احنا لو كانوا هم كده لو كانوا فكروا يعملوا كده كنا موتناهم احنا بايدينا. هم عملوا اللي ربنا عايزه منهم انهم يتمسكوا بدينهم، رفعوا راسنا ورفعوا الصليب. وتختم بتقول لو جم بتوع داعش يقتلونا تاني احنا كمان هنقدم اولادنا الصغيره. البلد كلها في حاله حرب، المنطقه كلها في حاله حرب، واحنا دايما مع المشاهد اللي بتحصل دي بنفتكر المشهد ونحط الصوره على الشعب القبطي وال 12 وال 21 شهيد اللي كانوا في ليبيا، ونحط الصوره برضو على الشعب العراقي. دايما خليكم معايا في المشهد ده، شعبين، شعب مصري قبطي في مصر وليبيا، والشعب العربي العراقي والشعب الجزء منهم المسيحيين في الموصل. خلينا نشوف المشهدين دول وعينكم معانا خلال أول جزء من الحلقة بتاعة النهاردة. وأفكركم إن الشهداء دول لو بصيتوا على أهليهم والبيوت اللي هم فيها والحالة اللي لما كاميرات الميديا دخلت تصور جوه البيوت دي وجوه الشقق دي وشفنا الحالة اللي هم عايشين فيها، أفكركم كلكم إن إحنا كلنا ذبحناهم. سامحوني إن أنا أقول لكم كده، كلنا ذبحناهم، مش بس داعش، إحنا كمان السبب. تعالى فكر معانا السنة دي وأنت بتعمل التاكس بتاعتك داخلين عليها الشهر الجاي في كندا، وتعالى بص على حساباتك وشوف أنت بتدفع قد إيه في الانترتينمنت. معلش أنا قاسي عليكم النهاردة، لكن الصورة اللي إحنا شفناها والمشاهد اللي اتعرضت على الفيديو كانت أقسى كتير قوي من الكلام اللي أنا بقوله، سامحوني. تعالى نحط كل واحد فينا وأنا أولكم ونحط نشوف بس للانترتينمنت للميديا للشانلز اللي إحنا بنجيبها في البيوت، لو شلت منهم $10 وراحت الفلوس دي من كل واحد فينا لأهالينا في الصعيد، مش بس الأهالي الشهداء اللي هم فقدوا العائل عندهم على الأقل ولدين وثلاثة، وانت عارف ان الناس في الصعيد عندهم أولاد كتير بيخلفوا أولاد كتير، وتشوف $10 دي لما تتحول للمصري من كل المجتمع اللي موجود في نورث أمريكا ممكن تعمل قد إيه. تعالى بقى
نحاول الموضوع ده أكبر من كده ونشوف رجال الأعمال اللي موجودين هنا في نورث أمريكا وإزاي يفكروا يعملوا مشروعات استثمارية للمنطقة اللي موجودة في صعيد مصر، لأنه إحنا مش في مجتمع يقدر يغطي مصاريفه. إحنا مش هنأكلهم ونحط زي ما بيقولوا كده food on the table وما عندهمش هم شغلان. محتاجين نفكر تفكير عملي زي ما الناس هنا بتفكر، ونساعد إخواتنا وأهالينا المصريين مسلمين قبل ما المسيحيين، كلنا نساعد بعض في أهالينا ونعمل تنمية حقيقية في صعيد مصر. تعالوا بجد نفكر في ده، وتبقى دي مبادرة من البرنامج، مبادرة من القناة سيسات، نحن نفكر مع رجال الأعمال اللي موجودين في نورث أمريكا إزاي نساعد بيوت الشهداء. اللي بعد منام كان زعلان تعبان متضايق بتوقيت نورث أمريكا، خبر محزن ملحقش حتى يقول الله دول راحوا السماء، ده أنا فرحان لهم، لا إزاي يحصل كده؟ يطلع الطيران المصري يضرب دولة إسلامية لأنها بيحارب الإرهاب، لأنه بيحارب الإرهاب. فخر لكل مصري. معانا اتصال، نقول ألو. معانا اتصال من ألو. ما يشتغل الخط، يظهر قطع. لأول مرة في تاريخ مصر يحصل، لأول مرة في تاريخ مصر يقوم رئيس جمهورية مصر وما يهموش كل المتغيرات اللي حواليه. تخيلوا ده، وفي قرار وبيتاخد القرار في وقت ضعيف. معايا مكالمة، معايا تليفون. اهلا وسهلا، مين معايا؟ الو، اهلا وسهلا، مين معايا؟ اتفضلي، هيك على الهوا، اتفضلي. الو، يظهر في مشكله في الخط، سامحوني. ارجع تاني للنقطه دي تاني، انه ما حصلتش في تاريخ مصر ولا مره رئيس الجمهوريه ياخد قرار من اجل مواطنيه الاقباط. الو، ايوه، اتفضلي حضرتك، معايا على الهواء، مين معايا؟ ما اعرفش سياده المخرج في حاجه، ممكن نسمع الصوت؟ الو، طيب في مشكله في الصوت، سامحونا. ارجع تاني ومعلش سامحوني في اللخبطه بتاعت الصوت والمكالمات. احنا اكيد لازم نستقبل تليفوناتكم وسامحونا على اي تقصير مننا، انما نرجع للنقطه دي تاني، انه صعب جدا ان انت تاخد القرار ده مكانه. طبعا احنا كلنا كمصريين بنقعد على الـ على الـ على الميديا وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا ونبقى رؤساء ووزراء دفاع وبناخد قرارات كتيره، انما القرار يمكن دايما مراتي تقول لي الراجل موقف والرجوله موقف. وفعلا لما تشوف تعليق كل الناس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل المصريين فعلا بجد، اكشولي مش كل بس المصريين، كل الناس في العالم قدروا جدا القرار اللي اخذه الرئيس السيسي، وكل الناس ابتدت تعمل مقارنات بين رئيسها وبين الرئيس السيسي. لو كان رئيسها في الموقف ده كان اتخذ الموقف الرئيس السيسي ولا لا؟ كلنا عندنا نشوه فرح السيد الرئيس بجد، لانه راجل عرف ياخد القرار الصح في الوقت الصح، ما هموش كل التبعيات اللي هتحصل، بالعكس وقف يواجهها ويتناقش معاها وياخد فيها مواقف ويتحرك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والدولي. وفي لحظه واحده بقى في معاه تحالفات،
عنده هدف واضح وما بيتغيرش عنه، وهو حماية الدم المصري. وقال الدم المصري عمره ما تاني هيبقى رخيص. قبل كده حصل مواقف كتيرة جدا، مش بس على مستوى الأقباط، خلينا نتكلم بصراحة، الموضوع ملوش دعوة بالأقباط، الموضوع دعوة بالمصريين بصفة عامة، والأقباط بصفة خاصة من أيام الكشح مرورا بكل الأحداث الفردية اللي كانت بتحصل قدام الكنائس. وإحنا فهمنا دلوقتي إن ما كانش في حاجة اسمها فتنة طائفية ولا حاجة، موضوع كان واضح جدا، تلاحم الشعب المصري مسلمين وأقباط، والاختلاف كان واضح ما بين المسلمين والأقباط المصريين والمجموعة الثانية الإخوان المسلمين والاتجاهات السياسية اللي تتبع العدو العالمي الجديد اللي هو ما يسمى بالخلافة الإسلامية. وهنتكلم النهاردة عن في كل الأخبار اللي جاية كلها لما نجمع البازل بتاعت كل الأخبار. معنا التليفون، ألو، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا، مين معنا؟ اتفضلي. مها رمضان، السلام عليكم. أهلا أهلا أهلا، شرفتينا مدام مها. مدام مها رمضان مظبوط؟ أيوة. أهلا وسهلا، حضرتك متابعة معنا البرنامج؟ والله أنا عاجبني، يعني الفكرة عجباني إن إحنا يبقى عندنا حاجة في كندا، يعني نعرف إحنا نتكلم كمان. أهلا وسهلا، ده إحنا نسمع صوتك وفعلا أنت أضفتي كتير بدخولك معنا في البرنامج، أهلا وسهلا. نسمع بقى وناخد رأيك، شعورك إيه لما عرفتي الخبرين اللي إحنا في كندا نمنع عليهم؟ يعني بالليل إحنا نمنع على خبر ذبح مصريين في ليبيا، وصحينا على خبر الساعة 6 7 الصبح كان خبر، احنا على مصحينا كان الخبر كان انتشر في كل حتة، وهي الضربة الجوية الأولى بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله هو أنا استقبلت الخبرين بالعياط، بس هو كان في فرق، يعني الخبر الأولاني كان عياط مع قهر، يعني عارف القهرة، عياط مع قهرة جامدة، يعني إحساس بالهزيمة جامد قوي. وبعدين بعد كده الواحد بدأ بيفكر في، يعني دول 21 أم فقدت ابنها، يعني إحساس صعب قوي على أي أم على فكرة. ممكن ما أعرفش، يمكن الرجالة الموضوع عندهم يختلف، بس ما تبقى يعني كأم وتحس كده في 21 أم قلبها محروق على ابنها، ما لحقتش حتى تفرح فيه، العيال دي سنها صغير صغير، عشرينات يعني، ربنا يرحمهم يا رب ويتولى أهلهم. لما جه الخبر الثاني وأنا ما كنتش نمت على فكرة، يعني الواحد كان لسه صاحي الساعة 1 دي، كان لسه صاحي، وجه الخبر الثاني برضه بالعياط، بس بقى كان عياط بفرحة وفخر وإحساس بإن يعني حقنا رجع، يعني خدنا فطرنا يا جماعة. فتحت طبعا على طول التلفزيون، كنت أنا على النت ساعتها، يعني أنا شفت الخبر على النت، سمعته من الجماعة اللي في مصر وهم كلهم الأخبار قاعدة بتنزل. أنا عايز أقطعك هنا شوية، أنت كنت متوقعة أن ده يحصل؟ يعني أنت بعد ما سمعتي الخبر والحادثة وحضرتك كأم قبل أي حاجة اتأثرتي جدا، كان إيه شعورك ساعتها؟ قلتي يعني بعيد عن الناحية العاطفية، يعني سياسيا كنت شايفة الجيش المصري هيتصرف ولا مش هيتصرف؟ كنت بتفكري إزاي؟ أنا كنت متوقعة إنه يعمل حاجة، بس مش إنه يعلن عنها، يعني أنا توقعي طبعا، إحنا عارفين جيشنا عمره ما هيسيب حقنا كمصريين، بس أنا ما كنتش مش متخيلة إنه هيعملها ويعلن عنها. يعني إحنا أنا أنت عارف كان في كلام بيتكلم على المجهولين اللي بيعملوا حاجات، أنا كنت متخيلة إن الوضع هيكون بهذه الصورة، بس الحمد لله إنه ما جاش بصورة عن طريق المجهولين، لا ده طلع وطلع ببيان عسكري، حاجة تشرف وترفع راسنا فعلا يعني. تمام، وتعليقك ايه بقى على انه الناس اللي ابتدت تتكلم في الميديا وفي الفيسبوك ورايهم ان هو اتسرع وان هو ما كانش حاسبها كويس والكلام النيجاتيف اللي احنا، ما هو بص، هو الناس دي بتاعت تتسرع وما كانش حاسبها كويس، هي نفس الناس اللي كانت قبل ما يتصرف بتتهمه بان طبعا الموضوع كله هيقف على الشجب والابانه ومش هنعمل حاجه، ويعني هم دول نفس الناس، هو نفس الفصيل اللي كان بيتهمه الاول انه مش هيعمل حاجه، هو نفس الفصيل اللي بعد كده
قعد يقول له اتسرعت والمصريين اللي هناك هنعمل فيهم ايه؟ يعني دول الناس اللي هم معترضين على طول الخط، ما فيش حاجه هترضيهم سواء عمل او ما عملش يعني. فاعتقد ان دول حتى مش المفروض ان احنا نفكر فيهم، نتجاهلهم بقى ونحطهم على جنب عشان احنا نعرف نمشي، يعني الناس السويه اللي في البلد نعرف نمشي ونعرف نعمل حاجه. ربنا يوفقنا يا رب ويوفقه ويسترها مع مصر كلها. طيب باذن الله. قبل ما تقفلي معانا انا عارف وقتك ضيق، سؤال تاني. يعني لما بتشوفي انت رئيس بلدك مصر وسط رؤساء التانيين، يعني في اي دوله تانيه، يعني تعقيبك ايه على الناس اللي هنا اللي موجودين، زمايلك واصحابك اللي في كندا من الجنسيات الاخرى، يعني كانوا بيقولوا لك ايه وانت بتقولي لهم ايه؟ جدا وسعيده جدا، واكثر حاجه سعداني ان انا اخترت الراجل ده، وان انا انتخبت الراجل ده، وان انا يوم ما عملنا الحفله هنا في كندا اللي كانت معموله في البارك وكلنا كنت في منتهى السعاده. وما اقولكش بقى على يعني اكيد انت كنت يعني مش عارفه كنت حضرتها ولا لا، كميه الناس والشعور اللي كان بينا. لا انا يعني اعتقد ان اكثر وقت انا فخوره بيه ان انا مصريه هو الوقت ده فعلا. الله. بشكرك جدا على مداخلتك مدام مها، وبنرجو ان احنا دايما نكون عند حسن ظنك وتبقي دايما على طول معانا وتشاركينا على طول. شكرا لك. الله يخليك، شكرا جزيلا. مع السلامه. زي ما انتم شايفين المصريين بكل اختلافاتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم ورا رئيس بلدهم ببساطه كده، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الف حيط. مالناش دعوه بيهم، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه. احنا ما دام عندنا ايمان باللي احنا بنعمله ومصدقين ان احنا عايزين ننمي بلدنا وتبقى احسن بلد في الدنيا، ما يهمناش من كل الكلام اللي بيتقال ده. السيد الرئيس بيكمل انجازاته ومحبته الغاليه، ويطلع تصريح تاني بعدها بوقت صغير جدا بيقول الخبر لو يحطه لنا سياده المخرج على التلفزيون، بيقول ان هو هينفذ وعد لي بانه يعمل كنيسه، والجيش المصري هيبني الكنيسه دي في البلد اللي كان فيها شهداء مذبحه ليبيا. خبر تاني وفي وقت قياسي، انتوا عارفين بنى الكنيسه في مصر بياخد مشوار طويل من اجراءات فيها بيروقراطيه عاليه وفيها اجراءات لسه بنحاول كلنا كمجتمع مصري من المسلم قبل المسيحي ان هم يحلوا مشكلة البنى بتاع الكنائس، لكن ده بيطلع تصريح وقرار بالبنى في مدينة القرية اللي كانت فيها أهل الشهداء. عندهم أخوهم استشهد، وعندهم أربع قرايب، ثلاث أولاد مسؤولين منهم وهم إخوة رب، وربنا ما بيسيبش حد. الكنيسة القبطية في كندا على طول طلعت بيان، طبعا عملت في صلاة للتأبين ووقفة بالشموع، وبتدعو كل المصريين ومش بس المصريين، كل الجنسيات، دعوة عامة لكل الناس المحبة للإنسانية اللي شافت المشهد ده وتأثرت. ممكن تشرفنا بالمركز القبطي الكندي الساعة 5 يوم بتوقيت طبعا كندا، يوم شرق كندا، يوم الأحد القادم. ومعانا مكالمة تانية، يمكن أقول لكم الخبر بالتفصيل. جود نيوز الكندية أصدر المركز القبطي الكندي بميسيساغا بيان تعقيبا عن الحادث الإرهابي ل 21 مصري قبطي بليبيا، وجاء البيان بما يلي: تنعي الجالية القبطية في كندا القتل الهمجي لعدد 21 من المسيحيين المصريين على أيدي تنظيم داعش في ليبيا. معنا تليفون، معنا مكالمة مهمة جدا. ألو ألو ألو، مين معنا؟ تفضلي. غادة ملك. أهلا أهلا مدام غادة ملك، أهلا وسهلا. وإحنا بنتكلم مع حضرتك على الاتجاه اللي قام بيه والمركز القبطي الكندي نتيجة والبيان اللي أضافه للميديا دلوقتي تعقيب حضرتك عليه إيه؟ طبعا يعني
كلنا كمصريين حول العالم بنتحد في مشاعر واحدة، كلنا مصدومين كبشر، إنسانيتنا يعني مصدومة، لكن كلنا متحدين في الاتجاه اللي احنا ماشيين ورا. احنا فخورين طبعا بالموقف اللي الجيش والرئاسة أخدوا إن هم ينتقموا لدماء الناس اللي راحت ضحايا. طبعا بنعزي الأهالي وبنعزي المصريين كلهم وبنعزي كل الناس اللي ليها حد في ليبيا، وبنتمنى للناس اللي هناك السلامة وإنهم يرجعوا بالسلامة. طبعا يعني الكنيسة في المهجر دايما بتقف موقف وطني، والمركز القبطي واخد مبادرة في هذه المرة إنه طبعا إدانة العنف الإرهاب، الإرهاب بقى عموما ظاهرة عالمية لازم نتحد كلنا ضدها، الوقوف وراء الدولة، وطبعا أهم حاجة وكل الناس مستنياها أن يقام حفل التأبين يوم الأحد القادم بإذن الله. طيب في أي بعد حفلة التأبين هل في أي اتجاهات معينة لمساعدة أسر الشهداء والضحايا؟ هل في ممكن يبقى في أفكار لرقم حساب بيتعمل تبتدي المصريين أو مختلف الجنسيات تقدر تساهم به؟ هل في تفكير ناحية دعم رجال الأعمال إنهم يبتدوا يعملوا مشروعات صغيرة في المنيا في صعيد مصر؟ زي ما حضرتك عارفة الوضع هناك والحالة الاجتماعية والمادية صعبة، بالذات بعد الأربع سنين اللي مرت علينا من مظاهرات وتغيير في الحياة السياسية. ده أدى إلى أن الناس بتروح تدور على لقمة العيش حتى في مكان غير آمن تماماً، زي ما بيحصل وزي ما حصل دلوقتي، وزي ما طلبت أنت أن احنا نحاول نرجع أولادنا وإخواتنا من ليبيا، ونتمنى لهم أنهم يرجعوا كلهم بألف خير وسلامة. يعني احنا بعد الخطر ما طلع يعني كان الجميع مصدوم، وكنا بنحاول نفكر ايه الموقف اللي ممكن نتخذه. الحقيقه في مجموعه كبيره اتجمعت وفكرت في كذا حاجه ممكن تتعمل، ايه اللي نقدر نعمله غير البيانات وغير التشجيع. طبعا اول حاجه الايميديت اكشن او الحاجه السريعه ان احنا ندي فرصه لجميع المصريين المقيمين في تورونتو ان هم يشاركوا في التعبير عن مشاعرهم وفي العزاء. وعشان كده عملنا حفل التأبين، وطبعا هشرحه وتفاصيل بعدين. لكن الحاجة الأهم طبعا هي المساعدة المالية للأسر. ابتدينا نفكر إن لازم يكون في مساعدة فورية ومشروعات في المستقبل، يعني لازم نبتدي نفكر فيها من دلوقتي. أكيد في ناس كتير عايزة تشارك، وطبعا أي اقتراحات وأي رغبة في المساعدة بنرحب بيها. وعن طريقك يا مجدي لو سمحت، لو أي حد اتصل بيك، هيبقى في حفل التأذين يوم الأحد اللي هيقام في المركز القبطي الكندي في مستاجة. هيبقى في صناديق اللي عايز يقدم أي تبرع مباشر أو مشاركة في مشروعات مستقبلية. لكن طبعا دي الدائرة اللي دايما احنا كمصريين يعني مش عارفين نخرج منها، اللي هي الاقتصاد محتاج مساعدة مننا كلنا، وهي مش بس رجال الأعمال هم المفروض يساهموا، ولكن الجميع كل واحد فينا عليه دور. الاقتصاد لو ما تحسنش الاقتصاد والإفاءات
يعني احنا محتاجين مش بس نبعت فلوس ونعمل مشروعات، لكن كمان نشوف ازاي نقدر نساعد في التدريب لتكوين مهارات سوق العمل، يعني بالنسبه للقرى الفقيره والجوع وهكذا. فربنا يقدرنا، يعني احنا بنحلم وبنبتدي طريق الالف ميل بخطوه، وطول ما احنا كلنا على قلب رجل واحد ومتفقين في المنهج وماشيين في سكه واحده باذن الله هنوصل. أنا طبعاً اللي ما يعرفش مدام غادة ملك، غادة ملك ناشطة سياسية في كندا مهمومة بمشاكل وهموم المصريين بصفة عامة والأباط بصفة خاصة، وهي ليها نشاط كبير على مستوى السيتي في ميسيساغا، وإحنا كلنا بنتمنى إن إحنا دايماً نشوفها في أماكن ومجالات مختلفة، لأنها بتقدم خدمة كبيرة لل مجتمع اللي احنا عايشين فيه، ونتمنى لها كل التوفيق. شكرا ليكي للمداخله بتاعتك مدام غدا، وتمنياتنا ليكي بالتوفيق. مجدي بس لحظه قبل ما نقفل. اتفضلي. كنت عايزه اكد على التفاصيل بتاعت يوم الاحد باذن الله، حفل التقديم هيكون الساعه 5 للساعه 7. ايوه. في المركز الكندي اللي على ايجلتون افنيو. من 5 ل 7 مظبوط كده؟ من 5 ل 7 يوم الاحد القادم بالضبط، يوم 22 فبراير. تمام. هيبدا بالصلوات وهيكون في فرصه عدد من الكبار ان هم يجوا طبعا يشاركونا، سواء من الجاليات الاخرى او من الجامعات الاخرى او من رجال السياسه. فهيبقى في كلمات هتلقى، وطبعا العزاء هيقدر، وفي اخر ربع ساعه هنطلع بره نعمل وقفه في الشموع على ارواح الشهداء، ويعني هنختم بيها اليوم، ونتمنى طبعا ان دايما نتجمع في اخبار احسن من كده. ولكن عايزه اجمع التصديق علشان الناس اللي عايزه تشارك. شكرا لكي مدام غادة ملك، ناشطة سياسية ومهمومة بمشاكل وقضايا الأقباط في مصر. زي ما أنتم شايفين، القيادات الدينية والقيادات السياسية في كندا متأثرة جدا بالأحداث ومتابعة للوضع الراهن اللي احنا فيه. احنا في حالة حرب، ومعانا رئيس قوي محتاج دعم الشعب كله وراه، زي اي حروب يخشها الدولة بتوقف متكاتفة، واخر حاجة طبعا كلنا نفتكرها حرب 73 اللي كان فيها الشعب كله واقف ايد واحدة. معانا مكالمة تانية، نقول الو. الو. نقول الو. ايوه حضرتك على الهواء، اتفضلي. انا يعني بحب احييك يا مجدي على البرنامج الجديد. هاي انا كده عرفت الصوت، رنين صح؟ عرفت الصوت اكيد. ازيك يا رنين؟ اهلا وسهلا. ازيك يا مجدي؟ انا يعني سعيده جدا انه في حاجه اخيرا في كندا ممكن نتواصل من خلالها، وشخص زيك على وعي عالي جدا جدا في كل الاحداث. يا رب يخليك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. اسالك بقى قبل ما تاخديني في دوكه بقى وتقولي لي الف مبروك، شعورك ايه بقى بعد ما شفتي خبرين في وقت قريب من بعضه؟ يعني الخبر اللي نمنا عليه لناس كان محزن قوي، 21 شهيد، والناس كانت فرحانه بيهم نوم في السماء، وخبر بعدها بخمس ساعات الضربه الجويه الاولى، في الثانيه في الثالثه في الاحداث المتتاليه اللي انت شايفاها ومتابعاها طبعا. شعورك ايه؟ انا من الناس النشطه جدا على الفيسبوك، وبتابع بشده جدا الاخبار في مصر، لاني بعتبر زي ما البابا شنوده قال انه فعلا مصر دي عايشه جوانا، حته مننا، ومهما بعدنا بنفضل موجودين بروحنا وبمشاعرنا وباحساسنا. اول مره اتهز بشده جدا جدا في الاربع سنين اللي فاتوا كانت من المنظر المريع بتاع الذبح ده. انا مش متعوده افتح اي فيديوهات. والفيديو ده انا ما فتحتهوش. انا معاكي، انا اصريت ان انا حتى ما افتحوش، قعدت يومين قلت لا مش هفتح الفيديو.
بس في الاخر فتحته عشان كنت عايز اسمع الكلمه بتاعه رب يسوع المسيح ارحمني. موجود في الانجيل وبيتقال بوضوح شديد جدا جدا انه في وقت من الاوقات هيجي ناس يفتكروا ان اللي بيعملوه ده بيرضي الله. تمام. وساعتها حسيت قد ايه فعلا بثقه غاليه جدا من عند ربنا بيقول انه كل حاجه انا قايلها وانتوا عارفينها وما تتخافوش وما تتضايقوش. ده حقيقي. ده كان بالنسبه لي مريح. النقطه الثانيه والنقله الثانيه اللي انا كنت متاكده منها انه القياده المصريه مش هتسكت اطلاقا. وخصوصا يعني انه السيسي عمل قبل كده حاجه ما اتعملتش من فتره طويله لان هو راح الكاتدرائيه ليله العيد. تمام. فدي بحد ذاتها نقله من الدوله في علاقتها بالاباط ككيان حقيقي جوه البلد مترابط بشده جدا، المسلمين والمسيحيين ما اصبحش مجرد اللي هو النسيج الواحد والكلام ده، خلاص ما بقاش فيه بقى الحته بتاعت ايد واحده، لا هو احنا واحد. بالظبط. احنا مش محتاجين كل شويه نعلق على ده ونتكلم على ده والناس التانيه يقول لك في فتنه طائفيه، احنا خلاص الموضوع بقى واضح يا جماعه. بالزبط. ما كانش في فتنه طائفيه ولا كان في مشكله بين المسيحي والمسلم، قصه بالزبط. واضحه، ده في مجموعه كانت بتعمل اعمال فرديه هدفها زعزعه الاستقرار بتاع الدوله دي عشان يزيح الدوله عشان ينزل هو مكانها وتعمل خلافة إسلامية في مش بس في دولة واحدة، القصة واضحة، الخريطة بتاعت العالم اترسمت خلاص. بالظبط كده، وبدليل إنه حتى الأصدقاء اللي أنا عرفتهم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا من المصريين المسلمين الأصل الحقيقيين كانوا رافضين بشدة فكرة إن مصر تتحول إلى مجرد ولاية. فهي الفكرة أصبحت إنه لا دي مصر، أنتوا بتتكلموا على إيه؟ بتقولوا إيه؟ دي مصر. فعلشان كده ما كانش عندي أدنى شك الدولة المصرية هتتحرك، أولا مش عشان هم مسيحيين فقط، لا لا عشان هم مصريين أساسا. فأنا ما كنتش عارف طبعا طريقة التحرك هتبقى إزاي، وأنا مش من طبعي وعموما يعني بقول دايما الواحد يفتي في اللي يفهم فيه. فبما إني عندي ثقة غير عادية في القيادة اللي موجودة في مصر قلت أكيد هيعرفوا يعملوا إيه وإزاي. بس طبعا كان إنه هي تحصل ثاني يوم دي كانت انقلابة غير عادية، وحسيت انه برضه ربنا بيقول انا باركت البلد دي وهتفضل متباركة والقيادة اللي فيها انا مباركها. علشان كده انا شخصيا من الناس اللي بيصلوا كل يوم بقول له رب بارك في بلدنا، بارك في شعبها، وبارك في جيشها، وبارك في رئيسها. وفي نفس الوقت كمان مش قادر اقول لك فخورة قد ايه، وخصوصا بعد ردود الفعل اللي حصلت من كلام الخطاب الرئاسه الامريكيه. بصي انا مش هسيبك رنين وانت بتقولي دلوقتي باركها يا رب وبارك بلادي. انت عارفه ان احنا حطينا اول ترنيمه في البرنامج كانت لو ما كنت متابعه معانا من الاول بارك بلادي، بس انا مش هينفع اسيبك من غير، لان انا عارف انك مرنمه، مش هينفع غير ما اسمع منك بتقولي بارك بلادي بانفعالك ده عشان خاطر الشهداء وعشان خاطر الراجل اللي احنا كلنا واقفين وراه. لا اظن يا مجدي، بس هي بارك بلادي كانت روايه صلاه وهتفضل صلاه طول الوقت يعني. وطبعا هنسمعها بصوت الناس الحلوين اللي قالوها في الاول. وفي نفس الوقت كمان انا طبعا بشكرك انك اديتني فرصه انه انا اتكلم، وبشكر القناه لانه في حاجه جديده ممكن تلم المصريين كلهم، واتمنى انه نفضل على هذا النصر. طب احنا نفتكر في الاول وفي الاخر ان احنا سفرة لبلدنا هنا، وفي نفس الوقت احنا كمان سفرة لربنا بريحتنا الحلوه وسط الناس كلها. طب توقعاتك ايه الفتره اللي جايه؟ لا الفترة اللي جاية أنا متوقعة إنها تكون صعبة شوية، لأنه واضح كده من الأحداث اللي حصلت امبارح في مجلس الأمن ومن الكلام اللي بيتداول على المواقع الاستراتيجية عموما سواء الأمريكية أو المصرية حتى، إنه هيحصل كده وجهات حاسمة. لكن برضه في الأول وفي الآخر طالما عندنا ثقة كاملة في القيادة اللي على رأس البلد اللي هيهمها مصر ووحدة مصر وكيان مصر، ومن قبل كده احنا عندنا ثقة غير عادية ان الله ضابط الكل، مهما حصل هو ضابط الكل، فأنا ما عنديش قلق. تمام، أنا معاكي جدا. أنت عارفة الكلمة بتاعت ISIS دي اللي هي الخلافة الإسلامية هي IS وبعدين IS، مظبوط؟ مظبوط. لو عكستيهم سيسي بس خلاص اتحلت. بس انا الموضوع مش محتاج تفكير. ميرور ايمج لحد ابدا، هو مش صوره مرايه، هو قائد مصري بيحب مصر حقيقي وانسان مؤمن بالله وبيدان جدا في تصرفاته،
واتمنى يعني انه الاغبياء اللي بيقتلوا البشر يفهموا انه بالعكس الصيت الحسن والسيره الحسنه تقدر تقرب الناس من ربنا، مش بطريقه وحشيه ملهاش اي علاقه بالله محب البشر. طب بصي على الصوره دي كده يا رنين، ولاحظتي فيها حاجه جديده؟ معلش المخرج يحطها لنا. انت شفتي وسط الشهداء دول في شهيد مش قرطي، خدتي بالك منه؟ محدش اهتم بيه خالص لانه راجل من دوله تانية ومحدش تابع اخباره. ده شهيد جميل، انا ما اعرفش اسمه ايه. انا اشكرك ان انت جبت سيرته، لانه انا كمان قريت انه النهارده كان حد منزل في واحد من البوستات على فيسبوك ان هو مش من تشاد، هو من غينيا. من غينيا، لكن انا في الحقيقه ما اعرفش مدى مصداقيه الخبرين، لكن في حد ذاته وجود الاخ الاسمر البشره ده وسط المصريين وصموده زيهم برضو، وان هو برضو من الامه بتاعه هم بيسمونه عبد الصليب او من امه الصليب، لكن هو هذا الاخ في الاخر وقف بثبات ايمان وسط المصريين. المصريين في حته بيروحوا فيها بيحضنوا الناس. تعليق ده على أساقفة اللي علقوا قالوا انه بنشكر داعش انهم قدموا فيديو وثائقي للكنيسة القبطية هدية، يعني ما كانتش موجودة في مكتباتهم من ايام هاني رمزي لما عمل مريمينا اول فيلم وتولد كل الافلام اخراج ماجد، مش قادر افتكر اسمه، ماجد حليم اي ثينك، وكل الافلام الوثائقية اللي اتعملت ما كانش في فيلم وثائقي جميل بتقنية عالية زي اللي عملته داعش. أنا طبعاً التعليق الوحيد بقول دي شهادة حية عن مد إنه لازم الإنسان يكون في الناس دي بسيطة، ما حدش يعرف عنها حاجة ولا حد كان سمع عنها قبل كده، ويمكن هم داعش خدوهم علشان يهددوا مصر بيهم، يبقى واحد نمرة اثنين عشان يخوفوا الكنيسة القبطية اللي وقفت وقفة قوية جداً جداً، مش علشان هي حاجة سوبر، هي عشان واقفة على صخرة المسيح الإيمان الحي بتاعنا بيقول كده إحنا منتميين لأوطاننا وما بنخونش، لأنه احنا بصيتنا لفوق. ايه كلمات الترنيمة اللي بتمر بدماغك دلوقتي وحابة تسمعها لنا؟ شعبك يعلن بيك إيمانه. طب قوليها لنا. يتمسك بوعودك. قوليها لنا. مش عايزة أعمل معلش. سامعينك صدقيني. شعبك يعلن بيك إيمانه، يتمسك بوعودك. انت رعينا وكل ملينا ونفرحنا بجودك. اكيد انا قلت حاجه فيها زودتها من عندي. انت هايله يا رنين، طول عمرك هايله، وبشكرك جدا على المداخله دي، ويو ميد ماي داي زي ما بيقولوا. لا اشكرك وربنا يبارك. ثانك يو. وربنا يحفظ، ونصلي لمصر كلنا الفتره الجايه ولرجالتها اللي واقفين اللي احنا عارفينهم واللي احنا مش عارفينهم. شكرا ليك. ثانك يو. ربنا يخليك. باي باي. شفنا مشهد مصريين عندهم جيش قوي، شعب متلاحم مترابط، عدى على محن بقاله 4 سنين واقف متماسك، الحرب جامدة جدا عليه لكنه مستمر. حيين في الموصل في محنة أشد، كل صلواتنا ودعواتنا لأهالينا وقريبنا وأصحابنا في العراق. تداعيات اللي حصل في العراق ده نتيجة تعالوا نبص على العراق وقت حتى الحكم الدكتاتوري لصدام، ما حدش كان يقدر يمسك كنيسة، ما حدش كان يقدر يقرب منها. النهاردة بقت مشاع بيخرجوا، لو خرجوا بسلام بهدومهم اللي هم لابسينها ده يبقى بركة كبيرة. كل حاجة نسفت، اتسرقت، اتنهبت، نسائهم اللي اتدبح منهم واللي اغتصب واللي اتهان، شيء صعب، شيء صعب جدا. والجيش العراقي بيجري من داعش وراحت منه مناطق كتيرة، يا رب يحفظ بغداد. اللي بيحصل دلوقتي نتيجة إدارة الدولة العظمى لهذه المنطقة وأحلامها بموافقة على إقامة خلافة إسلامية. القاعدة
اللي كانت ناس بتقول انها الامتداد الطبيعي بتاعها كان داعش في سوريا وفي العراق، والدعم اللي احنا مش فاهمينه ولا عارفين جاي ازاي بالملايين، امريكا تحط تقريبا كل جيوش العالم، يعني عدهم اقوى جيوش في العالم، بتنزل تدك الدواعشة في سوريا وفي الرقة وفي العراق. إنما يا أخي ما تفهمش، يعني 4200 طلعة جوية، 4200 طلعة جوية على الداعش هناك، وغريبة إنهم بيزيدوا، يعني كل ما هم يعملوا طلعة جوية التانيين عددهم يزيد أكتر، يعملوا طلعة جوية تانية المنطقة اللي بيخدوها بتوسع، وهم بيفهمونا إنهم مسيطرين على الموقف. الغريب انهم كمان بيطلعوا يروحوا بلاد تانية، اخرها انهم خلاص خدوا ليبيا. طب وبعدين هم مين؟ هو في ايه؟ مش فاهمين، احنا فعلا مش فاهمين، او في حد فاهم بس مش عايز يفهمنا، او احنا فاهمين بس مش عايزين نقول احنا فاهمين قوي. انما في خلافة اسلامية بتاخد دعم مادي معين، وكانت قبل 30/6 في ماشيه في خط، وبعد 30/6 ب 24 72 ساعه راح الحلم ده وبقى بخط تاني. اوباما الرئيس اللي بيقارنوه دلوقتي بالرئيس السيسي، مفيش موجه مقارنه اساسا، بس هم بيحاولوا يقولوا حاجه. سي ان ان القناه اللي بتدعم وبتدي سبورت لرئيسها عملت استطلاع راي كده، توقيته كان غريب قوي، 13 و14 لا 14 و15 13 و14 و15 خد يوم من الحادثه بتاعه ليبيا. هم بيعملوا استطلاع راي كل شويه، خدوا حوالي 1000 عينه من 1000 واحد في على مجال 3 ايام، فاحنا نقول تلت العينه جات لهم فرصه انهم يقولوا رايهم من خلال الاحداث اللي حصلت بعد ما الجيش المصري قام بضربه وثلاث ضربات جويه، قدر يخلص على مخازن سلاح للدواعشة بمليار و2 من عشرة دولار في المنطقة اللي هي دارنا، مليار و2 من عشرة أو مليار ونص مخزون سلاح بس. إنما هم التانيين قعدوا يضربوا في سوريا 4200 طلعة جوية، ما عرفش وصلوا بيها عملوا إيه. يعني أنا أسمع إنه المصاريف بتاعت التكلفة اللي بتوصل لمليون دولار في اليوم بس عشان خاطر الجيش أو الجيوش العالم اللي هي 6-7-8 بلاد بيحاربوا فيها، وإحنا في كندا بندفع من التاكس بتاعتنا عشان الجيش الكندي يقوم بدوره اللي إحنا بنوقفين معاه وبنشجعه وبنسبورت المجهود اللي بيعمله. لكن نتيجة إن القيادة والليدرشيب بتاعت الناس المسؤولة عن الموضوع ده مش موديانا في حتة، مش فاهمين هم بيعملوا فينا ايه. مره يقول لك لا ده دول بيرموا لهم اسلحه، ومره بيقول لك هم اللي قالوا للراجل على مكان الكساسبه، ومره بيقول لك اضرب بيد من حديد عليهم واحنا مش صامدين، واحنا صامدين. لكن انما بالنسبه للي في ليبيا احنا هنتناقش معاهم منين بتضرب الدواعشه والارهابيين ومفيش تفاهم مع الارهابيين، ومنين عايز تدور لهم على وظائف في ليبيا. حاجة يعني متناقضة. ده التقرير اللي طلعته سي ان ان على الاستطلاع الرأي اللي عملته عن الليدرشيب بتاعت أوباما في قدرته على إدارة الأمور في حالة الحرب اللي هم فيها بقيادة جيوش التحالف على الدواعشة في سوريا. الاستطلاع الرأي بيقول تقريباً إن كل 10 أمريكان 6 منهم شايفين إن أوباما مش قادر يعمل حاجة، أو اللي عمله مش كفاية، أو معهوش دعم مادي كفاية. بكل المقاييس 6 من 4 من 10 شايفين إن هو جايبها خرابة، مبوظ الدنيا، وأربعة شايفين إن هو يمكن عنده شوية ليدرشيب إن هو مش واضح اتجاهات الامريكان في ان هم يسيطروا على داعش في المنطقه هناك. نفس الكلام في ليبيا، نفس الكلام في عندنا جماعات ارهابيه
منتشرة في كل المنطقة العربية وأفريقيا. معانا مكالمة، نقول ألو. ألو، أهلا. أهلا بحضرتك. أستاذ إبراهام مقار، مظبوط؟ زي حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ إبراهام مقار، رئيس تحرير مجلة جود نيوز. طبعا أهلا بيك، وعايزين نعرف من حضرتك إيه تصورك لقيادة أمريكا للجيوش للتحالف اللي موجود في سوريا دلوقتي اللي بيضرب هناك، وتصورك إيه للوضع الحالي في المنطقة ومعالجة أمريكا للخلافة الإسلامية؟ لأن إحنا خلاص الموضوع بقى بالنسبة لنا واضح، إحنا فهمنا اللعب، فهمنا زي ما بيقولوا التيتا، الإخوان بقيادتهم التحالف الدولي بتاعهم بالتعاون مع داعش مع القاعدة مع الشباب في الصومال مع القاعدة في اليمن مع بوكو حرام في نيجيريا، القصة بقت واضحة، طالبان حماس في خريطة مرسومة لخلافة إسلامية بدعم من تحت لتحت أمريكي، هل ده مظبوط ولا حضرتك شايف إيه؟ هو طبعا احنا علينا ان احنا نعترف ان امريكا بعد سبتمبر 11 هي حاولت تدخل مع الاسلاميين في حرب الافكار عن طريق انها تطرح فكره الديمقراطيه في الشرق الاوسط، وعن طريق انها تقنع الشعوب بانها تتخلى عن التفكير الديني الجهادي في الوقت ده بعد سبتمبر 11. والحقيقه لما فشلت في كده ولقيت ان التيارات الاسلاميه هي اللي بتطلع في الشرق الاوسط وان التطرف الاسلامي مستمر في الصعود، تراجعت واعترفت بهزيمه حرب الافكار وابتدت تفكر في طريقه اللي هم سموها حتى اللي هو استراتيجيه الارتباط البناء، وده اقروه فعلا سنه 2007 لما كوندليزا رايس قابلت قيادات الاخوان في اللقاء الشهير اللي بينهم اللي حصل تعهد بين التيارات الاسلاميه وممثله في جماعه الاخوان المسلمين والاداره الامريكيه، وكان هم تعهدوا الاداره الامريكيه بالحفاظ بالعلاقه مع اسرائيل، بنبذ العنف، بالاهتمام بحقوق الاقليات زي الاقباط والمراه، وان معاهده السلام لن يتم الاستنفاذ بها، وان العلاقات المصريه الامريكيه ستظل في حاله توازن بعد وصولهم للحكم. وده الحقيقه ده بعد زي ما قلت لحضرتك بعد فشلهم في سبتمبر 11 وانهم ما قدروش يروجوا فكره الديمقراطيه، فابتدوا يلجاوا لشيء متعارف عليه في السياسه اللي هو دع الاسلاميين يحكمون انفسهم. قال احنا احسن حاجه عشان نتخلص من الجهاديه الاسلاميه الموجوده والتطرف الموجود والمنظمات دي احنا نسيبهم يحكموا نفسهم. بل بيقال اساسا ان امريكا هي اللي اقنعت جماعه الاخوان ان يبقى ليها مرشح اللي هو محمد مرسي سنه 2012. فاحنا دلوقتي امام ان امريكا بتتبنى الاستراتيجيه دي، استراتيجيه ان الاسلاميين يحكموا. الحقيقه برضه احنا مش عايزين نحمل امريكا ان هي تبقى الشيطان الاعظم، وان امريكا هي ملاك ولا هي شيطان، هي دوله بتدور على مصلحتها، وهي طبعا مختلفه عن اي دوله في العالم، امريكا هي شرطي العالم. شئنا ما بين هي اكثر من 50% من الامم المتحده من امريكا، سواء على مستوى المال او على مستوى الافراد او على مستوى المعدات او على مستوى الانفاق، فهي شرطي العالم. وفي نفس الوقت بتقابل فصيل اسلامي هو فصيله هو افضل فصيل للغير، يعني هو اللي يعمل لصالح وطنه على الاطلاق. هم مستعدين للتفاهمات معاهم باي شكل. لما محمد مرسي كان في الحكم كان ما حصلش الاعتداء في نوفمبر 2012 على اسرائيل. ولما محمد مرسي تدخل وهشام قنديل تراجع حماس، فهم يعني بيجدوا في الفصيل الاسلامي فصيل انتهازي، فصيل يبحث عن مصلحته، وده بيحقق ليه افكار. انا اعتقد ان داعش نفس غلطه القاعده، يعني هم في القاعده كانوا بيحاربوا الاتحاد السوفيتي من خلال اسامه بن لادن واعوانه، وبعد كده طبعا القاعده خدت الشكل البشع وعملت سبتمبر 11. نفس الخطا مع داعش، هم دعموا جماعات بيقنعوا نفسهم انهم بيحاربوا بشار، فهم كانوا بيدعموها. تمام. لكن طبعا نفس الفكره تحولت الى هذه الكيانات الاخطبوطيه السرطانيه الدمويه. انا اشك ان يكون في دعم مالي معين، يعني على مستوى شخصي وبالذات في الوضع ده، لانه امريكا الى حد كبير دوله مؤسسات، يعني ما نقدرش مثلا نقول، يعني اول ما طلع بس اشاعه ان باراك اوباما تحدث مع ايمن الظواهري عن طريق سعد طهطاوي اللي هو كان رئيس ديوان رئيس الجمهوريه وقت محمد مرسي، طلع على طول البيت الابيض ونفى الكلام ده جمله بالتفصيل، لان هم ما قدروش يتورطوا مع جماعات ارهابيه بالتصالح البشري، لكن هم يقدروا يعملوا حاجات كتير، يدوا ضوء اخضر، يقدروا ما يدوش ضوء احمر لدول معينه بتدعمهم. فيمكن التمويل بالمال ده
في دولة زي أمريكا دولة مؤسسات ممكن يبقى شيء صعب، لكن زي ما تعرف هو نفس فكرة القاعدة، أنت بتتبنى جماعة تسقط الاتحاد السوفيتي في حالة القاعدة أو تسقط بشار في حالة داعش، لكن الكيانات دي بتتحول سريعا لكيانات جهادية اخطبوطية دموية إرهابية، نفس الفكرة باللعب بالنار. هل أمريكا جد في حربها لداعش؟ أنا مش شايف أي توافق الحقيقة بالشكل الحالي لداعش مع السياسة الأمريكية، مع المصالح الأمريكية على الإطلاق. هي أمريكا يهمها مصلحة، أمريكا طبعاً مشكلتها أن يهمها جداً مصلحة إسرائيل، ويهمها استقرار إسرائيل بالشكل الأوحد، وده يمكن سر أن هي بتبقى عايزة مصر تحديداً تكون أكثر استقراراً، ودي حقيقة. أمريكا ما أن مصر بأكثر استقرار، أكثر استقرار بقى بحكم محمد مرسي، بحكم ياسر برهامي، هم بيدوروا على أكثر استقراراً. وزي ما قلت لحضرتك الاتجاهات الإسلام السياسي هم بيقدروا يقدموا لأمريكا كل اللي أمريكا عايزها. عندي سؤال هنا بس عايز أقطع حضرتك، أنت شايف الاتجاه السياسي الأمريكي قبل 30/6 وبعد 30/6؟ يعني سمعنا بعض الناس بتقول على التعليقات لأن مذكرات هيلاري كلينتون في ناس كذبتها وفي ناس بتقول إنها دي حقيقة، إنها اتكلمت جامد على إنه التغيير شامل للسياسة الأمريكية بعد ثورة 30/6، إنه المصريين غيروا المعادلة وقضوا على الخطة اللي كانت عاملاها، ممكن نقول خطة الخلافة الإسلامية سلاش البليسنج الأمريكاني، يعني الدعم الأمريكي ليها، وأنه أمنتها زي ما حضرتك قلت أن حماس وإسرائيل هيبقوا متفقين بخلال أنهم ياخدوا حتة من سيناء، حلايب وشلاتين تتقسم مع الدولة مع السودان، وجزء كمان من السلوم يروح لليبيا، وكانت الخطة دي بدعم الإخوان، وهم حاولوا ياخدوا أكشن من خلال أنهم يوقفوا الثورة دي بكل الطرق السياسية، معرفوش بالقوة العسكرية، الجيش المصري كان واضح أنه متصدي ليهم، وكانوا حاسين أنه ممكن يبقى فيه تلاحم روسي معاهم، فكان الموضوع يخض، فتراجعوا وقالوا إحنا في موقف صعب، أن إحنا لا عارفين نكمل علاقاتنا مع مصر ولا عارفين نقطع علاقاتنا مع مصر، لأن مصر هي قلب الأمة العربية والإسلامية والمنطقة كلها. قبل 30/6 قرايتك إيه؟ وبعد 30/6 قرايتك إيه؟ وشايف الفترة اللي جاية إزاي بعد ما أنت شايف أن السيسي بيقلب الموازين بقراراته اللي فيها قوة وفيها حماسة كده؟ طيب، هو طبعا إحنا يعني The Hard Choices اللي هو الكتاب اللي عملته هيلاري كلينتون، الكتاب ده أثير يعني الحقيقة الصحافة المصرية والعربية عملته كده، يعني كل اللي عايز يقول أي فكرة وعايز محدش يناقشه فيها يعني أفاضوا فيه وقالوا أكتر كتير من اللي قالته هيلاري كلينتون، وخلوها تقول كلام ما قالتوش. فإحنا دي بس بادئ زبد، إن مش كل ما يقال في الصحافة المصرية العربية اتقال في كتاب هيلاري كلينتون. لكن طبعا هي اشارت طبعا لموضوع 30/6، اللي يقرا الجزء الانجليزي اللي هو الكتاب اللي هي كتبته يقدر يعرفه. ده زي ما وصل هو فكره ان هم كانوا عايزين الدعم الاسلاميين يحكموا انفسهم، وعايزين طبعا جماعه الاسلام السياسي، جماعه الاخوان المسلمين، لانها جماعه انتهازيه هي تستطيع التعامل معاها، تستطيع السيطره على التيارات الجهاديه على راسها حماس في اسرائيل، فهي طبعا كانت شايفه ان هو افضل بديل للحكم. والحقيقه ده مش اول مره بس امريكا تبقى عايزه جماعه الاخوان، امريكا كانت عايزه جماعه، يقال ان يعني طبقا للتقرير اللي موجود ان كان في اتصالات بين المخابرات البريطانيه والامريكيه سنه 56 ان بعد ما يسقطوا جمال عبد الناصر يمسكوا جماعه الاخوان المسلمين الحكم، وزي ما قلت لك ان هم اللي اقنعوا محمد مرسي ان يدخلوا. فطبعا امريكا بتجد ضالتها افضل انها تتعامل مع جماعه الاخوان اللي اكثر جماعات تساهلا في حقوق المصريين، جماعه انتهازيه، جماعه يملى عليه من امريكا، جماعه تسيطر على وضحت الصوره يا استاذ ابراهيم. انا معلش استاذنك، انا قدامي دقيقه واحده بس، انا فعلا الصوره كده بقت واضحه بالنسبه لي وبالنسبه للساده المشاهدين. اشكرك على المداخله، وبجد نتمنى ان انت تكون بتشاهد معنا البرنامج في الفترات اللي جايه. شكرا لي. لو بس سياده المخرج يقفل معنا الحلقه بيحط الخريطه العالم اللي احنا شايفينها ومتصورينها نتيجه وجود الخلافه الاسلاميه. الخلافه الاسلاميه اللي هم مخططينها ليها طريقتين، ليها طريقه فرديه وليها طريقه منظمه. الطريقه المنظمه لو حطينا هنلاقي انهم بيستغلوا الخطه انه يبقى متواجد يزعزع الجيش والحكومة الموجودة في البلد ويقدر يلغي وجودها ويبتدي هو يبقى موجود. القاعدة في اليمن
اللي امتدت بقت شكل تاني اسمها آيسس في سوريا والعراق وليبيا وبوكو حرام في نيجيريا، وعندك من ناحية اليمن التانية على باب المندب، انت عارف المكان ده مهم، فيضرب بالناحية التانية بالصومال الشباب ومنظمة الإرهابية بتاعتهم، باكستان وأفغانستان انت عارف طالبان هناك. ده التجمعات الكبيرة الأساسية، في تجمعات تانية موجودة ومتواجدة، وصلوا ل 170 منظمة إرهابية. ال 170 منظمة إرهابية دول هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار في كل الحكومات دي. حط عليهم بقى الفرديات بقى، حادثة في الدنمارك، 4-5 في فرنسا، يسببوا تقلقلات جوه المجتمعات ويأثروا عليها، وده الاتجاه العام للقيام بما يدعى أو ما يسمى بالخلافة الإسلامية. أعزائي المشاهدين، الوقت بتاع الحلقة بتاعتنا انتهى. بنشكركم على تواجدكم معنا. هيبقى موجود معنا أفكار جديدة في الأيام اللي جاية، ونتابع كلنا الأحداث بتاعت الخريطة دي، ونحط قلوبنا لربنا ونسلم ليه لأن هو ضابط الكل، ونطمن لأن احنا في إيديه ومنقوشين على كف. تصبحوا على خير.